إمضاء على قرار لرفع أسعار إيجار محلات المباركية قوبل بالرفض والمناشدة. قبل 3 أيام فاجئونا بالإيجار وجابوا لنا من المحكمة وقالوا لنا إيجاراتكم على 1800 محلات هذه. ونحن دبل فوق الدبل 1800 من 358 إلى 1800 المحل هذا 3 أمتار ب3 أمتار. ورثوها أبا عن جد لتاريخ يفوح بعبق الماضي الجميل بساطتها في أسعارها هنا في أسواق المباركية يكمن التراث. توارثناه أبا عن جد على عهد الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه ومن ثم سلطان السالم ومن ثم وزارة المالية، لقد تم تأجير هذا السوق من شيوخنا في السابق إلى إدارة أملاك الدولة إلى أن طرحت وزارة المالية هذا المشروع بنظام البي أو تي. نناشد كل جهات الدولة، وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة المتمثلة بوزارة المالية، وزارة التجارة، بلدية الكويت، أن تقوم وتنهض مع أصحاب هذه المحلات وكذلك أعضاء مجلس الأمة. رواده متخوفون من هجرة وكساد لقرار مفاجئ. احنا استانسنا قمنا نشوفهم هني ونتشرف فيهم ونتعرف عليهم ونشوف أسرهم وعيالهم ونستانس بعيد الوطن يترسوا ولبسوا ملابس العيد الفرحة ويانا شاركون هني، هذا كلهم راح نخسرهم. وسبة شنو؟ إن تي الحكومة أو مستثمر يزيد الأسعار على هالفقارة. مجمع هذا كل الأرض حكومية على 50 سنة اللي هو بي أو تي من شنو، فهذا الوضع. ولو بعد يعني تكل كهرباء بعد 1.5 هم بعد عليك الحسبة، فالوضع كل سيء. بعد غد سيكون هذا الشارع مغلقا حتى إشعار آخر رفضا واحتجاجا عنوانه لا بيع ولا شراء في خميس الإضراب كما أسموه. كسود وتراجع تجاري واقتصادي قد يصيب هذا السوق خلال الأيام المقبلة نتيجة لقرار حكومي برفع أسعار إيجارات هذه المحلات، يقابله موجة غضب واستنكار من قبل أصحابها. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.